أنا قلت أتمشى شوية. ليه ما قلتليش قبل ما تخرجي؟ كنت نايم، ما حبيتش أصحيك. ما تعمليش كده تاني. أنا آسفة. أنتِ عارفة إني وأنا نايم بحب أحس بيكي جنبي. عصفورة مع حبيبها أكيد هم سعداء. ما افتكرش. ليه؟ عشان هم محبوسين مخنوقين، عندهم أكلهم وشربهم وحبهم لبعض. كل ده مش مهم، المهم الحرية. خطر يا حبيبتي، خطر، لأننا لو سبناهم السماء مليانة حدايات وغربان ونسور، مش هيسيبوهم يتمتعوا بحياتهم، أكيد هيقضوا عليهم. يبقى إيه فايدة الحرية؟ خلاص الحته دي ما بقاش تقعد فيها، كل ليله دوشه ومسخره وقله ادب. كل واحد حر في بيته. انا بفكر نشوف حته ابعد من كده. يبقى تسكن في جزيره. جزيرة، قمة جبل، المهم نكون مع بعض، تكوني قدام عينيا، محدش يشوفك غيري لحد ما نموت. لو تعرفي بموت فيك قد ايه وازاي. Thank you.
ناس البافير؟ موجودة. فين؟ ليه مش في مكانها؟ أصلي وأنا بنظف. ده شكل الثورة ده؟ ازاي؟ معلش يا حبيبتي، انت عارفه انا بحبك قد ايه، انت كمان لازم تساعديني. احنا متجوزين بقالنا 3 سنين دلوقتي، لازم تكوني عارفه ان حاجتي ما احبش حد يلمسها ولا يحركها من مكانها لما اكون عارف. سامحيني، انت عارفه انا بحبك قد ايه، ما تزعليش مني ارجوكي. يلا حبيبتي يلا قومي غيري هدومك عشان هننزل البلد شويه. انا مش هقدر انزل وانا في الحاله دي. وبعدين معاكي انا، انت عارفه انا ما بحبش حد يقولي لا. يلا قومي البسي. صباح الخير يا خالد بيه. صباح الخير يا مدام. ايه يا خالد بيه، احنا مش المفروض جيران ولا ايه؟ المفروض. الله، مدام جيران بقى يبقى لازم نزور بعض، مش كده ولا ايه؟ ان شاء الله. على فكره يا مدام، انا متشكر قوي على الملح، بكره بقى هبقى تاخد عيش عشان يبقى عيش وملح. يلا باي باي، عن اذنكم. حكاية ايه؟ حكاية الملح. ابدا، ده الغفير بتاعه امبارح طلب مني شوية ملح اديتهم له. خدت اذني؟ اخد اذنك عشان شوية ملح وعشان بتبصي من الشباك كمان. انت عارفة ده لو اتكرر تاني هيحصل لك ايه؟ اتفضلي. صباح الخير، ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله. اي خدمة يا خالد بيه؟ انتي لسه زعلانة يا حبيبتي؟ أنا بقالي مدة ما جبتلكيش هدية، اختاري الهدية اللي تعجبك. انسي موضوع الخلفة ده نهائي. أنا مش عايز ولاد. تعجبك من دول؟ أظن دي مش بطالة. بس أنا بقى اخترت لك ده. ما أنا عندي كتير. معلش، ده هيجنن عليكي. ممكن أقيسه؟ آه طبعاً يا فندم، اتفضلي. ألو. في إيه؟ أنا عايزة أشوفك ضروري. إزاي؟ مش عارفة. طب يعني انا عارف ازاي؟ هتصرف. طيب يلا. طلبوني في البنك، يظهر في اجتماع مهم. معلش بقى ان اجل الغدا مره تانية. المرات الجايه كتير،
وهي فرصة تمشى شوية في البلد. لا لا تتمشي ايه، الدنيا زحمة وممكن اي حد رزل ايديك، وبعدين الدنيا حر عليك. انا هشوف لك تاكسي. يلا. الرابية الغربية يا ريس. المشوار هياخد نص ساعة تقريبا. ساعة دلوقتي 12:30. واحدة وربع هتصل عشان اطمن عليكي. مع السلامة. تأخرت عليكي؟ لا بيهلك. افتكرتك ما خدتيش بالك من الإشارة. ازاي بقى؟ ده أنا عيني عليكي من ساعة ما دخلتي البوتيك. وتفتكري خالد خد باله؟ ما أعتقدش. المكالمة اللي جات له وشغلته شوية. مش ممكن يا منى، اللي يشوف الطريقة اللي بنتقابل بيها يفتكر انك بتقابلي واحد صاحبك. دي عينة صغيرة من اللي أنا عايشة فيه. ودي عينة تانية؟ عينة صغيرة. معلش. يا منى لازم تحطي حد للعذاب اللي انت فيه. عندك حق. الحياة بالطريقة دي مش لازم تستمر اكتر من كده. طب اهدي يا حبيبتي، تحبي تشربي ايه؟ ما فاضلش غير ربع ساعة. طب استني هوصلك ونتكلم في السكة. ليه على التليفون؟ كنت فين؟ أصلي أنا كنت بقيس الهدية بتاعتك. أكيد يا حبيبي هلبسهولك للادي. باي باي. لقيت إزازة الأوديكولون اللي بتحبها قربت تخلص. ميرسي قوي على رقتك حبيبتي. انتي أحلى وأجمل زوجة في الدنيا. ربنا يخليكي ليا. بصحتك. صحة أجمل وأرق زوجة في الدنيا. صحتك يا خالد. أنت جبت إزازة الكولونيا دي إمتى؟ جبتها النهاردة. إمتى يعني؟ وأنا جاية وقفت التاكسي عند الأجزخانة وجبتها. آه. على فكرة البنك هيفتح فرع جديد والمدير عامل حفلة بالمناسبة دي، إحنا معزومين فيها. معلش يا خالد روح انت، انا مش هقدر اروح. كل الموظفين رايحين ومعاهم زوجاتهم، مش معقول انا اروح لوحدي. ليه مش عايزه تروحي؟ انت عارف انا مش عايزه اروح ليه. لا معرفش ليه. عشان كل مره بنخرج فيها مع ناس لازم نتخانق وتنكد عليا. معلش يا حبيبتي اسمع عندي، انت عارف انا بحبك قد ايه
ما بتحملش حد يبصلك. انا بغير عليك حتى من نفسي. لا انا مش عايزه اروح. وبعدين معاكي، انت عارفه كلمه لا دي بتتعبني قد ايه. ايه رايحه فين؟ احنا لسه ما كلناش. ماليش نفس. بقولك يا حبيبتي، انا عايزك الليله دي تلبسي لي قميص النوم الجديد. الليله تكون احلى ليله في العمر. ألف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا خالد بيه. مدام. أهلا مدام. هو خالد بيه حاجبك عننا ليه؟ ما بنشوفكيش إلا في المناسبات. عارف حضرتك بقى شغل البيت. الله يكون في العون. اتفضل. الو يا مول، ازيك؟ وحشتيني. ازيك يا اشرف، اخبارك ايه؟ انت فين يا عم؟ قاعد في بيتي وقافل على نفسي. وبيني وبينك بقى بدور اليومين دول على بنت الحلال. ما عندكيش عروسه ليه؟ والله اشرف ابا زي يقول الكلام ده، مش مصدقه نفسي. ده انا كل يوم بشوف السواق بتاعك في السوبر ماركت بيشتري لوازم السهر. صدقيني بقول لك قاعد لوحدي، بس بيقول لغايه عندي. اعمل ايه؟ اطردهم يعني؟ يا حرام. واخدة بالك؟ في ايه؟ ست صاحبة البوتيك واخينا جار الهنا. مالهم؟ يعني الطيور على اشكالها تقع. هو راجل فلاتي وهي ست مطلقة ودايرة على حل شعرها. وهي عشان متطلقة تبقى دايرة على حل شعرها؟ برأيي ان الست المطلقة لازم تموت احسن انها تكون مطمع لاي راجل. تعرفيهم؟ عادي، زباين عندي. اخبارها ايه؟ وبعدين؟ قصدي شريف، والله عامله ايه مع الافندي اللي مكلم على طول ده؟ عشان مجرانك المفروض انت اللي عارف اخبار هشام. ايه مالك فيه؟ نفسي غمت عليا. تلاقي خدت برد او قرفت من حاجه. مساء الخير. مساء الخير. نعم. اهلا مساء. انا قلت اكيد هشوفكم هنا النهارده. خير يا استاذ اشرف؟ مادام الفيلا جنب الفيلا ومش عارف اقابلكم، قلت اكيد هقابلكم هنا. لا لازم، مساله خطيره قوي. ما هياش خطيره ولا حاجه،
الاسبوع الجاي عامل عيد ميلادي وعامل حفله على اليخت. عقبال 100 سنه يا سيدي، واحنا دخلنا ايه بقى في الحكايه؟ دخلكوا ايه ازاي؟ ده انتوا ضيوف الحفله، وهي برضه فرصه ارد الواجب اللي عليا للمدام. يا عم لا واجب ولا حاجه، احنا اصلا ما بنسهرش الحقيقه. عارف بتناموا من الساعه 10، انا يا دوبك بقى لسه هبتدي السهره والاقي النور عندكم اتطفى. والله قوة ملاحظة غريبة قوي، بس في سبب تاني بقى يمنعنا نجيلك. اصل الهانم ما بتحبش البحر. ايه ده؟ عايشة هنا وبتخافي من البحر؟ معقولة؟ لا 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 لا، دي تبقى غلطتك يا باشا، واسمح لنا بقى نشيل الخوف ده من المدام. المهم احنا متشكرين على العزومة دي، و اوعدك ان انا هفكر. لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تفكير، انتوا جايين يعني جايين. ها؟ مفيش حاجة، انت بس بيتهيألك. ليه؟ مجنون انا؟ ده عينيه ما اتشالتش من عليكي طول الحفلة. حرام عليك يا خالد، كفاية ظلم. هتقولي الحقيقة ولا خليكي تتمني الموت؟ انا فعلا بتمنى الموت افضل من العيشة دي. طبعا انت عينيكي فتحت على عيشة تانية كلها سهر وسكر وعربدة. ممكن تقولي لي هو ليه اصر على عزومتنا؟ وانا اعرف منين؟ ما تروح تسأله. اسأله يا فجرة. اوعى تفتكر انك ممكن تفلتي مني، اوعى تفتكر انك ممكن تستغفليني. مش هتفلتي مني، انت سامعة؟ مش هياخدك مني غير الموت، انت سامعة؟ غير الموت. متزعليش مني، انت كمان لازم تفرحي. غيرتي دي تأكيد لأن أنا بحبك. وده معنى إيه؟ وده معنى إيه؟ متزعليش مني، حقك عليا.
يا ريت تفهمني انت عاوز مني ايه؟ بتحبني ولا بتكرهني؟ بالتأكيد بحبك وانت عارفة ده كويس. بس ده اسمه حب امتلاك. وايه الفرق؟ انت لو عندك تابلو جميل بتحبيه قوي ممكن تفرطي فيه بسهولة؟ انا مش تابلو، انا انسانة. عشان كده يا حبيبتي انت محتاجة لحماية، وانا الحماية بالنسبة لك لاني بحبك. تسمح لي اقول لك انك متناقض مع نفسك؟ متناقض ازاي يعني؟ ازاي بتحبني وانت مش عاوزنا نجيب ولاد؟ رجعنا المشكلة تاني. انا مش عايز اجيب ولاد عشان يتعذبوا في الدنيا، مش عايز اجيبهم لعالم كله كذب وغش وخداع. ليه بس بتشوه جمال الدنيا؟ إذا كان مر عليك ناس وحشة لازم يكون في ناس كويسة كتير. مفيش حد كويس، كلهم وحوش. احنا في غابة كلها وحوش مفترسة، كل واحد حاطط على وشه قناع بيخبي بيه حقيقته. اسمعيني كويس لأن هي دي الحقيقة. وبعدين معاكي، احنا مش 100 مرة قلنا بلاش كلمة لا دي. اسفة انا مش هقول لا، بس انت تعرف انا ما احبش البحر وكمان بالليل. بس انا بقى وعدته وما اقدرش ارجع في كلمتي. خلاص روح انت. اروح انا؟ انت ازاي افتكر اني خايف عليكي منه؟ ارجوك يا خالد انا مش عايزة اروح. ليه؟ ليه مصرة ما تروحيش؟ ايه اللي انت خايفه اشوفه لو شافك قدامه؟ ربنا يسامحك. يعني مفيش فايده؟ طبعا مفيش فايده. قلت هنروح يعني هنروح. اهلا اهلا بيك يا خالد بيه. اهلا يا مدام، نورتوني. انا كنت خايف لانتوا كمان ما تجوش. ايه؟ تقول ايه؟ احنا كمان؟ ايوه اصلي بقيت الشله ادوني بومبا وراحوا بارتي في شرم الشيخ. طب نستاذن احنا بقى. لازم تروح على فين؟ لا 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 خلاص لازم نقعد مع بعض بقى شويه. اتفضل 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 يا مدام. اتفضل اتفضل يا خالد بيه. اتفضل يا مدام مرة تركب مركب. معقولة عايشين هنا أول مرة تركب مركب؟ فيها إيه يا أخي؟ مش يمكن أنا مش عايز. براحتك براحتك طبعا أنت مش عايز. أنا آسف. اتفضل اتفضل. إيه يا منى مالك؟ ممكن أفهم أنت استفدت إيه من قعدتي كده وأنا مرعوبة؟ هنعمل إيه في رسالته؟ اديكي شايفاه مسك فينا ازاي. يا سلام، مش هو الراجل؟ خلاص. ايه يا جماعه معقوله هتفضلوا قاعدين كده؟ الاكل هيبرد فوق. يلا 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 اتفضلوا. انت ما عزمتش ليه الست بتاعت البوتيك؟ قصدك امل؟ عزمتها واعتذرت، راح هتجيب بضاعه من مصر. سيب عيد ميلادك عشان سبب هايف زي ده. ندالة يا صديقي، تقول ايه؟ ايه؟ ما بتاكليش ليه؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا ابدا، بس انا حاسه بدوخ. عموما لو عايزه تنزلي تحت يمكن الهزه تبقى اقل من هنا شويه. اتفضلي. احسن برضه.
قادرة. قلت لك هتعب ما صدقتنيش. طب معلش استحملي، انا هطلع اقول له نرجع على طول. ارجوك مش قادرة، انا حاسة نفسي حق. استحملي بس. يا استاذ يلا نرجع لحسن، المدام جالها ادوار بحر، يلا اعمل معروف. لا طب طب ثانية واحدة حسن. خد دي ورث من ده. منى 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 وقع في المية، وقع في اللانش. وادي يا ستي جواز السفر وعليه التأشيرة وتذكرة الطيارة، وهتطلع بكرة الساعة 12 الظهر. وعلى فكرة حولتلك فلوسك دولارات، وأول ما هتنزلي هتلاقي سلمى بنت خالتي مستنياكي. مش عارفة أقولك إيه، لكن هفضل طول عمري مدينة لك بحياتي. عيب ما تقوليش كده، ده احنا اخوات. المهم الحمد لله على سلامتك. بص يا سلمى، لو انت فعلا عايزه تساعديني واحس اني اتولدت من اول وجديد، لازم تلاقي لي شغل بسيط وسكن كمان. سكن؟ انت مش واخده بالك ان انا عايشه لوحدي يعني؟ وبعدين هتلاقي احلى من برمانه فين تعيشي فيها. ما تقلقيش قوي كده، ممكن ابقى ادفعك ايجار. وانا عايزه اشوف امي. ماما
انا هموت من الجوع مع اننا اكلنا كويس الضهر. على راي اللبنانيين صحتين. عارفه انا مش بس جعانه اكل، انا جعانه ناس، جعانه اصحاب، جعانه ضحك، انا جعانه حاجات كتيره قوي. واكيد جعانه نوم، تلاقيكي ما نمتيش بقالك 3 ايام، قصدي 3 سنين. ولو قلتلك اني مش عايزه انام، اي حد هيشوف وشك هيصدقك. انا عايزه اعيش كل دقيقه فاتتني، مش عايزه اضيع لحظه واحده مشبعش فيها من الدنيا. اطمني، هنا في لبنان هتحققي حاجات كتير من اللي انت بتحلمي بيها. الناس هنا بتعشق الحياه وبيعرفوا يعيشوها. وانت عايشاها يا سلمى؟ انت عارفه ان اهلي سابوا مصر وجم عاشوا في لبنان من زمان. امي وابويا راحوا في سنه واحده، ما كانش قدامي غير اني اعتمد على نفسي. صحيح ليا عمتي في صيدق، بس ست كبيره وعلى قد حالها، والحمد لله شغلي في المدرسه مريحني ماديا. طيب وعاطفيا؟ مادام بقينا شركة في بيت واحد يبقى لازم اشاركك اسرار. خلاص فهمت. ابن حلال بيخاف عليا. يا ريت تستفيدي من تجربتي يا سلمى، يعني يخاف عليكي وبس، مش لدرجه انه يخنقك. ما تخافيش عليا، كلي. بكره بقى نكمل كلامنا، احسن عندي شغل الصبح ولازم اصحى بدري. تصبح على خير. وانت من هنا. صباح الخير. ضايقناكي مش هيك؟ بدك تتعودي لانه كل يوم رح نعمل نفس الشيء. ومش مهم الناس اللي نايمه؟ حدا بينام الساعه 12؟ انا. عندك مانع؟ لا، بس اذا نمتي معناتها بدي اوقف شغل، اذا وقفت شغل معناتها شغلي بطل يزبط، واذا شغلي بطل يزبط معناتها مزاجي رح يتعوكل، واذا مزاجي تعوكل. عصبتني. بنكمل. يلا. أعلى 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 بالدواع النايمين. أعلى كويس؟ ما حسيتش بنفسي، أول مرة من سنين ما خافش أنام ولا أصحى. أمال إيه اللي صحاكي؟ سمعت صرخة وقعت قلبي. صرخة؟ صريخ، وجريت على البلكونة. لا معلش، دي عندي أنا. الساكن تحتنا شاب اسمه هشام، مخرج، بيجي له مجموعة من الشباب بيتدربوا عنده على التمثيل. بحبك بحبك بحبك. هيك بدك تقتليه؟ بدك تقوليها بس باحساس اكتر. بحبك بحبك. ما بقدر اعيش بلاك. هايل يا فنان.
صباحو سلمى، كيفك؟ كيفك انت؟ ملا انت؟ شو مأجل البيت؟ بتسأل ليه؟ على الأقل لازم تسأليني. ليه بقى إن شاء الله؟ بدي أعرف مين جاري، ولازم يكون فنان، والظاهر الأنسة ما لها علاقة بالفن. بس هيدا مش مهم، أكيد فيكي ميزات تانية. عجبك كده؟ ما تبطل بتاتا بقى، استنى يا مان. قليل الذوق صحيح. بالعكس والله، ده طيب قوي ابن حلال، بس هو طايق شوي. هو انا ناقصه؟ اكيد عم تقلك عني انه انا قليل الذوق. على كل حال انا ما عندي وقت لاثبت العكس، عندي موعد مهم ولازم امشي. شوفكم بعد الظهر. باي. مش قلتلك؟ الله، منظر تحفه. البلد دي تجنن يا سلمى. انت لسه كمان ما شفتيش حاجه، ده انا لما كلمت عماد عنك. عماد؟ حبيب القلب. المهم هو عازمنا يوم الاحد، هيفرجك المنيان كلها وهتتبسطي جدا. ميرسي قوي يا سلمى، بس يا ريت تشوفي لي حكايه الشغل. على فكره انا كلمت عماد في الموضوع ده برضو، هو معارفه كتير وعلاقاته كويسه. تعرفي الشغل هيديني احساس اني فعلا اتحررت. بعدين ما تنسيش انا ورايا مسؤوليات كتيره. قصدك طنط؟ طنط وير طنط، انا عايزه احس بكياني، والشغل ده هيديني احساس بالقوه والثقه. شو هالكلام الكبير هيدا؟ على فكره يعني سمونا، الجمله اللي قلتيها رح استعملها بمسرحيتي الجديده. لما خلصت البروفا حسيت اني رح موت من الجوع، رجعت على البيت فكرت فيكم، التكافل الاجتماعي، وصلت عيطت لكم. يا سلمى، لك يا سلمى، يا صاحبة سلمى، يا عالم، يا هو. عليه العوض في مخك، وعرفت ان احنا هنا ازاي؟ هيدي الواد ده ذكر. يا ما شفتي كون انت وعماد. متشكرين قوي. سألي لي صاحبتك، موعد الافطار الساعة كام؟ ارحمونا يا جماعة. ارحموا عزيزة قوم جاع. انت فاكر دمك خفيف ولا تكونش بتستظرف؟ ممكن تقولي عني مخرج فاشل او شكلي مش مظبوط، بس بهاي ما بسمح لك. دمي تقيل، انا كل اللي عندي شويه هضامي عم بشتغل فيهم. انا مضطره اتدخل، ممكن نعمل هدنه لغايه ما ناكل؟ انا مش هاكل. بقول لك ايه، ما تشديش قوي، ما عندناش عشاء. مش مهم. قالت لك ما عندكم عشاء. اسمعي مني، هيدا الساندويش يهبل، محشي تقل دم، يعني شوية تقل دم، تاكليه بصحتين وعافية. شكرا. خدي بلي ريقك بشوية هضامي. أنا أسفة. عشو؟ يعني عشان قلت لك إنه إنه دمي تقيل. أنتوا أول شي بتقولوا هيك، بعدين بتموتوا فينا وبتتلوعوا. يا سلام على غرورك يا أخي. يا بنتي أنا ما في وحدة بتقدر تقاومني وتقلي لا. لمنى الموضوع مش مستاهل كل ده، وبعدين هشام كان بيهزر. هو ما غلطش، الغلط جوايا أنا. الحكاية دي رجعت لي ذكريات أنا كنت عايزة أنساها. روقي يا مينا بقى كده وانسي. أنا حسيت إني غلطت في حقه. الحقيقة؟ طب اعتذر له ازاي؟ تعتذري لمين؟ هشام؟ ليلى، ده اسهل من كده بكتير قوي. لله لله اسمع. ادي يا ست هشام. لله لله اسرح، لله لله روح، لله لله اسرح. معكم دقيقة واحدة بس، إذا ما بتنزلوا ما في ولا لقمة أكل. بعرف انكم منافضين وما في بالتلاجة عندكم ولا لقمة. في بالتلاجة واحد شحاد مدد ايده وعم بيقول لله لله اسرح، لله لله روح. Thank you.
بعد ما ماتوا خدني عمي ربينا عنده. كان شخصية كبيرة قوي، لكن للأسف كان ضعيف قدام مراته اللي شفت على ايديها كل انواع العذاب. انا قلت لك 100 مره الحاجه اللي تاخدها ترجعها مكانها بالظبط، انت فاهم ولا لا؟ كانتش ست مظبوطه، كانت ست خاينه. بعد ما كان بيخرج عمي قلت لك لا، كان بيجي لها راجل غريب انا تعبانه يقعد معاها بالساعات. انت ما بتفهمش ابدا، ما كنتش اقدر اقول لعمي عشان كنت خايف عليه. كانش بإيدي أعمل أي حاجة لأنه ما كانش ليا أي مكان تاني أروح، كنت مضطر وهو ده اللي حصل. هي دي الحكاية. خالد بيه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. دي برضه فيلا خالد؟ ايوه. مدام سوزي موجوده يا فندم؟ مدام سوزي ما عندناش حد بالاسم ده. هم قالوا لي ان عنوانها هنا. هم مين؟ انا من نادي الغوص. مدام سوزي بتتمرن عندنا، اخر مره نسيت نظارتها وبقى لها فتره ما بتجيش. دورنا على عنوانها لانها مكتوبه على عنوان مدام امل صاحبه البوتيك. وبعدين رحت لمدام امل لقيتها مسافره. البنت اللي هناك لما قلت لها على مدام سوزي وصفتها لها قالت لي انها ساكنه هنا في فيلا خالد. فين النضاره؟ اتفضل. اصل مدام سوزي تبقى بنت خاله المدام. عموما انا متشكر. منى هيدي حال الدنيا. في ايه؟ كان الجيل طيب. هو مين اللي كنت عم تعزي فيه؟ ما انا ما كنتش بعزي. طيب ليه وجهك هيك مثل كانه في حدا ميت؟ انت ما بتفوتش حاجه. المهم امك كيف؟ كويسه والحمد لله. ولقيت شغل؟ ازاي عرفت اني بدور على شغل؟ واحدة جاية تعيش هون على طول، ومبين تعبانة وحالتك مثل حالتنا، أكيد بدك تفتشي على شغل. في منتهى الذكاء. قول بقى إن سلمى هي اللي اتبحبحت معاك في الكلام. شوي مش كتير. وقالت لك إيه تاني؟ بس هيك. وده يهمك في إيه؟ بتسلى. طبعاً إذنك. على كل حال بنحكي بالشغل اللي قلت لك إيه بعدين. شغل؟ انت لقيت لي شغل؟ بما ليا من حثيات ومكانة وقوة الشخصية قنعت المسؤولين بمدرسة انك تشتغلي فيها. وحشتغل ايه؟ مدرسة؟ لا تلميذي، رح تشتغلي مساعدة مسؤول قسم الموسيقى للأطفال. بجد يا هشام؟ أنا ما بمزح، بكرة الصبح بتقابل المديرة. وحروح لوحدي؟ عيلة، رح يكون لك الشرف اني روح معك. مرسي يا هشام. صباح الخير يا كابتن، أنا المهندس أحمد شوقي. أهلا بيك. والحقيقة كنت عايز أسأل على عضوة عندكم في النادي، اسمها منى، مدام منى، اللي بتيجي مع مدام أمل صاحبة البوتيك اللي في البلد. محدش كان بيجي معاها إلا مدام سوزي. أيوه بالظبط سوزي، ما هو ده اسم الدلع بتاعها. في الحقيقة مدام سوزي أول ما جات لنا ما كانتش بتعرف تعوم، وبعد 6 شهور بقت بريمو في المية. أما العوم تحت المية فبدأت تعوم أكثر من دقيقتين. دقيقتين تحت المية. طيب متشكرة.
برافو يا انس منى، واضح انه معلوماتك الثقافيه والفنيه جيد جدا. مرسي قوي. حقدر استلم الشغل امتى؟ اليوم لو حبيت. وممكن اقابل المسؤول عن النشاط الفني؟ ها، ايه وانا قلت حاجه غلط؟ هيدي اوضه العمليات. قولي كلمتين. وش معنى انت مسميها اوضه العمليات؟ لانه برايي تنميه تعب الطفل والغاز مهمته، ما بتقل اهميه وخطوره على اوضه العمليات. الله، ما انت بتعرف تتكلم جد. طبعا، ويكون بعلمك من اليوم رايح انا رئيسك المباشر. حاضر يا استاذ. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ربنا يقدرني واقدر ارد لك الجميل ده. يعني كله لوجه الله. انا بتكلم جد يا هشام. انت ما تعرفش الشغل ده معناه ايه بالنسبه لي. مش عشان الفلوس، لا، ده اعتراف. اعتراف اني لسه عايشه ولسه ليا وجود. قول لي انا اكافئك ازاي بقى؟ ما بظن فيك تكافئيني، لان المكافاه راح تكلفك كتير. يعني انت عاوزني اعمل ايه؟ طبق كشري بالتقليه والله يعيني. طبعا رح تقول عني فجعان. ليه ودي تيجي؟ قوليها وما تستحي. انا واقع مع نفسي وخاصة قدام الكشري. بذمتك يا اخي قدام الكشري بس؟ اذا فيها حسد وقصة فوت بيكو بالمطبخ. ليه؟ بالهنا والشفا. بالمناسبة انا غيرت رأيي الاولاني فيكي. انت مش بس فنانة، انت فنانة قديرة واصيلة كمان. كل ده عشان طبق كشري؟ أمال لما هتدوق الملوخية والمسقعة هتقول إيه؟ سيدتي، اسمح لي أن أنحني تواضعاً وتقديراً لإمكانياتك العظيمة، وخاصة على مستوى الظفر والأرداحي. أنا بكرة عازمك على فنجان شاي جاي من سيلان خصيصاً وبطائرة خاصة. انت على طول كده واخد الدنيا هزار. بدك تقولي بعد الفحص والتمحيص لقيت انه انسب لغه بالدنيا هي المزح. الله، واحنا لينا كمان في الفلسفه. بدك تقولي واقعيه، خبره، مرمطه، من الاخر. بعد ما تخرجت ما كنت لاقي شغل، مخرج ما نفعت، ممثل ما كنت انفع. والاسباب؟ الاسباب اني ما كان في يفوت بالشلاليه. الشلاليه مثل ما بتعرفي بدها خفه دم وملحسه ويا هانم ويا بي ويا ست الكل. كان لازم اشتغل لانه ما في شيء بهالدنيا ببلاش. لازم سدد ديون اقامتي بهالدنيا. المثل بيقول بالسفر في سبع فوائد، وأنا بقول في فايدة تامة، الهروب من الديون. من حاجات كتيرة كمان. وبعدين؟ ما
بعدين مثل ما شايف. قبل الظهر بعلم الأطفال موسيقى وتمثيل، وبعد الظهر بعلم فرقة شباب على التمثيل كمان. قولي لي، أنت من شو هربانة؟ هربانة؟ بتقول كده ليه؟ وهرب من إيه؟ كل واحد منا بيهرب من شي من الدنيا. لا أنا ما هربتش، كل الحكاية إن أنا ملناش حد في مصر، أمي لبنانية وأبويا مصري، وبعد ما مات أبويا أمي تعبت قوي فاضطريت أرجعها لبنان. كنت عم تشتغلي بمصر؟ للأسف لا. طيب كيف كنت عايشة أنت وأمك؟ أنا بعتذر، ما بدي أفرض حالي على أسرارك، بس بدي أسألك سؤال واحد لو سمحتي. أنت متزوجة؟ لا. ما لقيتش حاجة. انزل تاني. ديت بس أنا عندي كمان، بس عازمك على الغدا. معلش الأيام ضيقة كتير منى، لأن كتير مش لازم بعزمك. إذا أنت مستعد أنا مش مستعد. روح انت، انا مش هقدر. في افهم ليش عم تعملي هيك؟ انا بعمل ايه؟ كل ما حاول احكي معك بتهربي مني. سألتك اذا كان عندك علاقة بحدا قلتي لي لا. منى، اذا ما كان بدك ياني خليني احترم حالي وفل. اذا كنت فاكر كده تبقى ظلمتني وظلمت نفسك. في افهم شو في لك يعني؟ أنا كمان عندي طموحاتي وعندي مشاكلي، بس ما كان فيي أمنع نفسي إني أحبك. أنت مش شايف إنه لسه بدري على الكلمة دي؟ الحب يا منى ما إله لا وقت ولا زمن. الحب مثل الجنين، يولد بلحظة. إذا ربنا كان بده يولد بيولد. يبقى كده حيتولد قبل ميعاده. حيتولد ناقص مشوه. اديني ودي نفسك الوقت عشان حبنا يبقى قوي، يقدر يواجه كل ظلم الدنيا، ومحدش منا ينكره او يهرب منه. آسف إن أنا جايلك من غير ميعاد. تقصد حضرتك في ميعاد متأخر؟ معلش بكرر آسف.
اصلي كنت عايز اتكلم معاكي شويه. ممكن حضرتك تمر عليا بكره في البوتيك؟ عن اذنك. الموضوع اللي انا جاي عشانه ما ينفعش اتكلم فيه في البوتيك. ايه بقى هو الموضوع؟ منى، المرحومة منى مراتي، انت كنت تعرفيها؟ عادي زي ما بعرف اي زبونة. ده كده؟ ممكن افهم حضرتك عايز ايه بالظبط؟ دي شفتي دي قبل كده؟ لا. غريبة، مع ان اللي في نادي الغوص قالوا انهم شافوا صاحبة النضارة دي وهي بتروح معاك النادي. مش عايز تعرفي مين هي صاحبة النضارة دي؟ ما يهمنيش، لأني لا شفت النضارة ولا صاحبة النضارة. أنت كدابة يا مدام، لأنك تعرفيها كويس، كويس أوي. اتفضل اطلع برا قبل ما اطلب لك البوليس. فضلي اطلب البوليس. فضلي. ممكن اعرف انت عاوز ايه بالظبط؟ منى فين يا مدام؟ ما اعرفش. يمكن ده يفكرك. منى فين؟ ما اعرفش، قلت لك ما اعرفش. مش هرحمك. اللي زعلت يا راحت فين؟ انطري. ما اعرفش، ما اعرفش، مش قلت انها ماتت. ده اللي انت وهي اتفقتوا عليه عملتوه عشان اصدق انها ماتت، لكن لا، لعبتكم اتكشفت. انا اللي هبلغ البوليس وهوديكي في داهيه اذا ما قلتيش هي راحت فين. هي هربت مش كده؟ ايوه هربت، وكان لازم تعمل كده من زمان. حتى لو كان ماتت ارحم لها، ارحم لها من انها تعيش مع بني ادم زيك. راسي راسي راسي. كلكم صنف واحد، الخيانه في دمكم. يا اخي حرام عليك، سيبها تعيش حياتها. ده انت كنت معيشه في جحيم. انت مجنونه. كانت مراتي، كل اللي كنت بعمله معاها من حقي. كنت بحبها، كنت خايف عليها، كنت بحميها، كنت بحبها. على فكرة الحب بيحتاج مجهود، يعني لازم تاكلي. انت مش هترحميني من تعليقاتك دي؟ طب اعمل لك ايه يا منى؟ ما انت غريبة جدا، يعني الراجل بيحبك واعترف لك بده وبيخاف عليكي، ومن اللي انا شايفاه ان انت كمان بتحبيه. ممكن تقولي لي ليه مش راضية تعترفي بالحب ده؟ هو انا اللي غريبة؟ ما انكرش ان بقى الهشام مكانة كبيرة عندي، وتعودت على وجوده في حياتي. لما ببقى معاه بحس بالامان، الامان اللي غاب عني سنين طويلة. لكن لما بفكر بعقلي بلاقي انه مش وقت الحب. وبعدين ما افتكرش اني محظوظة، هيبقى حب وامان مرة واحدة؟ ممكن قوي، ليه لأ؟ شو هالخيانة يا اهلا. اكل مين هذا؟ اكيد اكل واحدة من الانتظار والقلق. ما اكلتش. اخبار العرض ايه؟ اكيد رح تيجي معي على المسرح. مش لازم تكوني حدة؟ اوعي تقولي لأ، سد النفس حرام. البقية في حياتك يا أستاذ خالد.
الحقيقة أنا جاي أزور مدام خديجة والدة المرحومة منى مراتي، أصلها دلوقتي ملهاش غير ربنا وأنا ونعم الأخلاق. ممكن أزورها؟ الله، هو حضرتك ما تعرفش؟ معرفش إيه؟ ماتت أخرى؟ لا، بس مدام خديجة سابت الدار من 8 أشهر وأكتر. سابت الدار؟ أيوة، غريبة إن حضرتك ما تعرفش. ومدام منى الله يرحمها هي اللي أخدتها وعملت كل ترتيبات السفر. سفر؟ طب ما تعرفيش حضرتك سافرت على فين؟ الحقيقة هو كل اللي أعرفه إنها سافرت بلدها لبنان. لبنان؟ الأستاذ معجب ولا حاجة؟ بتجنن، كل شيء فيكي بجنن يا حبيبي، ده أنت مجنون جاهز. كأني سمعت شيء بتعديها ما سمعتك. هشام، وبعدين؟ شو بدي أعمل؟ كل تصرفاتك بتجنن، معاملة الأطفال المدرسة، الكشري بالتقلية، عزفك على البيانو، تشجيعك الليلة والمسرح. سبع صنايع. بس البخت مش ضايع، على الأقل من بعد ما شفتيني. مبسوطة يا منى؟ كتير. أهلاً وسهلاً أستاذ وجيه، اتفضل. أهلاً بيك يا خالد بيه. بقالك مدة طويلة ما شرفتنيش في بيتي. والله دنيا تلاهي يا أستاذ خالد. يا ترى طالبني علشان ليك قضية ولا عليك قضية؟ لا يا سيدي، لا ليا ولا عليا. اوعى تقول لي إنك طالبني عشان تشوفني، لأني مش هصدق. لا، الحقيقة أنا طالبك علشان تركة المرحومة منى مراتي. هي سابت عمارة صغيرة ومحل، وانت طبعا عارف الاجراءات في الحالة دي. ايوه فاهم، لازم يعلموا راسه. وزي ما انت عارف احنا ما جبناش ولاد انا والمرحومة منى، يعني هي دلوقتي ملهاش غير والدتها، ست ضريرة عايشة في لبنان، ويهمني قوي انها تحصل على ميراثها من بنتها. جزاك الله كل خير. لكن للأسف معرفش عنوانها هناك. عندك اسمها بالكامل؟ اسمها خديجة حسن سلطان. وطبعا ما تعرفش في اي حتة في لبنان. الحقيقة لا، بس احتمال تكون في مصحة او مستشفى او دار للمسنين. من الارجح انها تكون كده بالنسبة لوضعها وظروفها. انا ما فكرتش غير فيك انت عشان تحللي المشكلة دي، يعني بصفتك ضابط شرطة سابق ونجاحك الباهر كمحامي. الله يخليك يا استاذ خالد. على العموم ما تحملش هم، انا لي اصدقاء كتير جدا في لبنان، وكمان زملائي في الامن العام اللبناني هيساعدونا ان شاء الله. انا عاجز عن الشكر يا استاذ وجيه، عاجز عن الشكر. ما تصورش قد ايه يهمني قوي اوصل للست دي. منى سرحانة في ايه بقى ان شاء الله؟ في حياتي، في اللي جرى واللي بيجرى. اللي جرى وخلص، واللي بيجرى متهيألي لغاية دلوقتي مش وحش. تفتكري انت في حاجة حصلت بينك وبين هشام؟ يا ريت كل الناس زي هشام. انا كل ما اشوفه واقعد معاه احس قد ايه انا وهو مظلومين. مش فاهم انا ما قابلتوش قبل كده ليه، وهو ذنبه ايه انه يقابلني ويحبني في الظروف اللي انا فيها؟ حتى جرحي لما ابتدى يلم واحس بيه مش قادره اقول له كلمه تصبره. يعني انت اللي صعبان عليكي دلوقتي هشام؟ لا، دي تبقى حاله حب ومستعصيه كمان. ومين قال غير كده؟ تفتكري اقدر اقولها وهو مش من حقه يسمعها مني؟ بصراحة على الحب اللي هو بيحبهولك يبقى من حقه. لكن للأسف مش من حقي، على الأقل مش دلوقتي. سيبي الأيام والزمن يعملوا اللي انت مش قادرة تعمليه. المهم
انا هخرج مع ايمان دلوقتي، عندنا شويه حاجات هنعملها ومش هتاخر. مع عماد ومش هتاخري؟ الله اكبر. إيه عماد عازمنا يوم الاحد على فسحه، ما تنسيش تقولي لهشام. باي باي. باي باي. اهلا يا استاذ وجيه، انا كنت لسه هتصل بيك. ها عملت ايه؟ كويس، من حوالي 8 شهور تقريبا كده. هايل، شكر شكر قوي يا متر. مع السلامه. هانت يا منى، هانت. بتقولي ايه يا امل؟ فكرت اني اعمله محضر لكني مرضتش، خفت المساله تكبر والاسئله تكتر، خاصه انهم ما لقيوش جثه. عندك حق، انا اسفه، اتحملتي عشاني كتير. مش مهم يا حبيبتي، المهم خدي بالك انت من نفسك. امل، انت عارفه حاجه ومخبياها عليا؟ ابدا مفيش، بس برضو ما يمنعش انك تكوني حريصه. خالد عارف اني عايشه مش كده؟ ايوه. وعارف ان هنا في لبنان؟ هو متاكد انك هربتي، لكن انا ما قلتلوش حاجه. يبقى مش هيسكت الا لما يوصل لي. هون وانا قلت بتكوني نايمة؟ مش اخدي اجازة انك مريضة؟ عم تبكي؟ منى انا مش رح اسألك ليش عم تبكي، بس بعتقد صار لازم تحكي. انا هقول لك على كل حاجة. انا مش عارف اشكركم ازاي
على رعايتكم المدام خديجة. هذا واجبنا. هي أخت مدام خديجة لما عرفت إن أنا جاي بيروت طلبت منا زورها واطمن إذا كان في حد من قرايبها بيجي يزورها. الحقيقة كان في مدام سلمى بتيجي بتزورك كل أسبوع، وهلأ في مدام تانية يمكن تيجي بتزورها. هذا السر اللي مخبيتيه علي. على كل حال أنا كنت عارف كل شيء. أنه الشيء الوحيد اللي ممكن يخبي حبك رجال تاني. على كل حال كوني على ثقة انه مش ممكن يقدر يصابك. لا ممكن. ازاي يا منى صعب؟ انتوا ما تعرفوش خالد. ما فيش حدا تصعب عليه. ان وصل لماما اكيد هيوصل لي. يبقى ما تزوريش طنط البيت من التقدم. ما اقدرش، لازم ازورها. ايوه يا منى بس ده في خطر عليكي، مش مهم. اسمعي انا بكره عندي رحله مع الاولاد على طريقي. بنفس الوقت تزوري امك وتطمين عنها. سأل إذا في حدا بيزور مدام خديجة؟ أيوه مظبوط. الحقيقة هلأ في شاب طلب زيارتها وأكيد موجود عندها. شكرا. أهلا. منى؟ لا رجعتي يا بنتي، نسيتي شيء؟ خديجة ازاي صحتك؟ مين حضرتك؟ انا اسف للازعاج، انا من امن السفارة المصرية. اصل وصلتنا اخبار ان بنتك في خطر. بنتي منى؟ ايوه، جوزها خالد وصل لبنان من يومين وبيدور عليها عشان يأذيها. يدل عليك يا بنتي. اعملي معروف عشان نحميها منه ونمنعه يوصل لها. ادينا عنوانها. انا ما بعرف عنوانها، بس بعرف انها بتشتغل معلمة بمدرسة برمانة للاطفال. لو بنقعد مع بعض بجنينة؟ مش قادرة، حقع من طولي، يا دوبك أتنعى في البانيو وأنام على طول. طيب، أنا مش جاي نوم. أي شي بدك تقولي بس يا هشام كون عندك. تصبح على خير. وأنت من أهله.
منى بكي شي؟ اتهيألي انه خالد. ما حدا بيستاجي قال ابن عمه انا موجود. انت عايز حاجة يا هشام؟ الحقيقة ما كنا جايين النوم. فلقيت عندي علبة هالايس كريم. نطلع على الجنينة ونغمس فيها سوا. الوقت ده بالذات انا ما عنديش أي مانع. إذا هيا بنا. ممكن ما تاكلش من الايس كريم بتاعتي؟ طيب ممكن انت تطعميني؟ لا جيب ايس كريم مره تانية مش راح طعمك. لا خدي خدي هيدي اطيب شوفي. لا يلا انا رايحه انام. تصبح على خير منى. لامتى بدك تضلك هربانه؟ انا بعتذر بس بهالشكل بكون هو عم يربح بدل ما كان عم بيعذب وحده صار عم بيعذب اثنين. هشام ممكن تستحملني؟ تعتقدي في عندي حل تاني؟ ولا الموت قدر ياخدك مني. انا مش بسألك عملتي كده ليه. احنا هنرجع بيتنا ونبدا صفحه جديده. لا انا مش هرجع معاك. ايوه انا قلت لا. الكلمه اللي بتوجعك خلاص انا ما بقتش خايفه اقولها لك وحاولها على طول. لا 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 راسي. انا تقولي لا؟ قولي لا تاني. قولي. ها واحد فين شجعك؟ مفيش. مش هموتك بالمسدس لما تموتي بسرعه. انا هموتك ببطء شويه شويه عشان اشفي خليل. مرة افتح يا مرة. المسدس؟ هات المسدس ده. لو قربت اكتر من كده انا هضربك بالرصاص. هنا برضو القانون بيديني الحق اني اقتلك دفاعا عن النفس. مش هتقدري. انا مش هون عليك. بقولك هات المسدس. بقولك وقف. هات المسدس. والله بحبك
كل اللي عملته معاكي كان غصب عني. صدقيني